بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في سياق قوله: من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، وذكر التحذير من المشابهة في التفريق في الحدود بين الأشراف والضعفاء، ثم قال: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمن أوجه المشابهة أو التشبه بالكفار التي نهينا عنها التشبه بهم في الغلو بالقبور والأموات، وذلك بالتبرك بهم وطلب الحوائج منهم، وأن يعمل على قبورهم بنايات أو كتابات أو أي ما يدعو إلى تعظيمها والتعلق بها، فإن هذا من دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم. فإن أهل الكتاب من جملة تحولاتهم عن دينهم الذي جاءت به أنبياؤهم، ومن جملة تخريفاتهم وتغييراتهم وتبديلاتهم، أنهم غلوا في أنبيائهم وغلوا في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله، يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وأن هؤلاء الأموات يكونون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويتوسطون لديه سبحانه في قضاء حوائجهم. وهذا شيء متسلسل في الأمم من عهد قوم نوح، فإنهم أول من غلا في الصالحين وصور صورهم بعدما ماتوا ونصب صورهم حتى عبدت من دون الله عز وجل، وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء المنخدعين باسم تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والقرب من الصالحين كما يزعمون. زين لهم الشيطان ذلك بهذا الثوب، ثوب محبة الرسول ومحبة الصالحين، حتى إنهم
اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو بالأموات والغلو بالقبور، لأن ذلك يفضي إلى الشرك كما أفضى بمن كان قبلنا من الأمم، وأقربهم زمنا إلينا وهم اليهود والنصارى. فلذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته من باب النصح للأمة، وأنه على صلى الله عليه وسلم مستمر على مناصحة الأمة حتى في آخر لحظة، ولا سيما عندما قرب أجله صلى الله عليه وسلم. ما ترك النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. والمناسبة أنه لما قرب من الموت خشي أن تعمل أمته في قبره ما تعمل الأمم السابقة في قبور أنبيائها، مما جرهم إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله. فلذلك روى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قيل بخمس سنين وقيل بخمس ليال، أنه يحذر من الغلو فيه والغلو في قبره كما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه وجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير، وهذا أقبح أنواع التشبه، لأن هذا شرك بالله عز وجل أو وسيلة إلى الشرك. فلذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، حتى إنه وهو في سياق الموت وهو يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى مساجد أنهم يصلون عنده، فالمسجد هو المكان الذي يصلى فيه، سواء كان مبنيا أو غير مبني، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أنها يصلى فيها، فهي مسجد بمعنى أنها صالحة للسجود والصلاة فيها. الصلاة فيها، إلا في هذه المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأشدها عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى تعظيم القبور والتعلق بالأموات، ثم دعاؤهم من دون الله عز وجل واتخاذهم شفعاء أو أولياء يقربون إلى الله بزعمهم، وهذا ما أنكره الله على المشركين الأولين، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي حملهم على عبادة هؤلاء الأموات، أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله. فالله أبطل هذا ونهى عنه، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ومقاتلة أهله حتى يتركوه. وهذا مما عظمت به المصيبة في هذه الأمة،
فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام وقعوا فيما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والغلو في الصالحين والأنبياء والغلو في القبور، حتى إنهم صاروا يصرفون لها أنواعا من العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك عندها، كما هو معلوم مما يقع في كثير من عند الأضرحة، ولا سيما الأضرحة الكبار في مختلف البلاد. وهذا شيء مستفيض ومتواتر ما يقع عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنهم يأتون بالمواشي ويقيمون عندها أياما ويذبحون هذه المواشي تقربا إليها، ويقيمون عندها عاكفين أياما كثيرة بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام. فهذا واقع في هذه الأمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير، وبلغ غاية البلاغ عند وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسب هذا إلى اليهود والنصارى، وكفى بذلك زاجرا أن نتجنب هذا، لأننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. ثم إنه صرح فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، صرح بالنهي، ثم إنه أكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه ثلاثة أمور كلها تؤكد تحريم التشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة. أولا، أنه ذكر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم فيما هو أقل من ذلك، فكيف بهذا الأمر الخطير؟ ثانيا، صرح بالنهي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثالثا، قال: فإني أنهاكم عن ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم من وجه رابع أيضا لعن من فعل هذا، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دل على أن من يفعل هذا الفعل أنه ملعون، مع أنه يزعم أنه يطلب الأجر والثواب ويتقرب إلى الله، وهو ملعون أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، مما يدل على شدة الأمر خطورته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أمته، لأنه خليل الله جل وعلا، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخليل لا يشارك في الخلة، الخليل يخلص الخلة لمحبوبه فلا يشرك معه أحدا في الخلة، الخلة لا تقبل شريك الاشتراك. وأما المحبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر، وهو أحب الناس إليه، ويحب أصحابه، ويحب المؤمنين، فالمحبة تحب الله عز وجل، وتحب رسوله، وتحب المؤمنين. أما الخلة فإنها لا تقبل الاشتراك.
ولذلك لما رزق الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد على الكبر وأخذ ذلك جانبا من محبته وشعبة من قلبه، الله ابتلاه فأمره بذبحه من أجل أن يخلص المحبة لله، فأقدم على تنفيذ أمر الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل امتثالا لأمر الله. فلما حصل المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذبح عظيم، مما يدل على أن الخلة لا تقبل الاشتراك. فلذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا مع أنه أحب الناس إليه لهذا السر. فهذا معنى قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث خصه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا، أو وصفه صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب له، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها وأنها علة مقتضية للنهي. نعم، كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد من وجوه كثيرة في هذا الحديث. أولا أنه ذكر أن هذا من فعل من كان قبلنا وهو مما أحدثوه في دينهم، وأما ما يفعلونه مما شرعه الله لهم ويتقربون به إلى الله فهذا لا يذم، بل هذا يحمد لهم، وإنما ما أحدثوه في دينهم وما غيروا به دينهم، وهو أنهم أمروا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فخالفوا ذلك وأشركوا بالله عز وجل في دعاء الأنبياء والصالحين منهم، فنحن منهيون عن ذلك من وجوه كما أشرنا. أولا أنه من فعل من كان قبلنا، الفعل المذموم الممنوع، فنحن لا نتشبه بهم في ذلك. وثانيا أنه إشراك بالله عز وجل، أو يؤول إلى الإشراك بالله عز وجل. وثالثا أن الرسول نهى عن ذلك. ورابعا أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن يقتضي أن المعصية الملعون بسببها أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن هذا شرك، والشرك أكبر الكبائر أو وسيلة إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: على التقديرين، أي أنه مظهر للنهي أو موجب له، يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. نعم، هذا كما كرر الشيخ في عدة مواضع من هذا الكتاب، أن مخالفة أصحاب الكفار الجحيم. مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والوثنيين والأميين، أن ذلك أمر مقصود للشارع، المخالفة أمر مقصود للشارع، وذلك من أجل أن يستقل المسلم. نعم. ولا يتسرب إليه وثنيات أو جاهليات تدخل في دينه ويحسبها أنها حسنة، فإن المسلم مأمور بالاستقلال بدينه وعدم السماح لأن يدخله شائبة
من الشوائب، ولو كان ذلك مستحسنا عند الناس أو عند الإنسان، فإن العبرة ليست بالاستحسان العقلي، وإنما العبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كما سبق أن وفيه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي: هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ فنقول: نعم، نلعن من كفر بالله منهم، ومن أشرك بالله منهم فإننا نلعنه، ومن لم يستجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا لن نلعنه، لأنه كافر بالله عز وجل، والله لعن الكافرين والمنافقين، فنحن نلعنهم بجرائمهم، لا نلعنهم من باب الهوى، وإنما نلعنهم بسبب جرائمهم التي أحدثوها في دينهم وغيروا بها دين أنبيائهم. نعم. بعض الناس قد ينهى عن هذا من التورع أو التأدب، يقول: لا تفعل هذا، وترك عود عليهم بالهداية. لا، إذا فعلوا جريمة جريمة النكرة فإنهم يلعنون، جريمة الكفر والشرك، لأجل الزجر، لأجل الزجر عن ذلك والبراءة منهم. ولكن ما أشرت إليه ما هو من باب التورع، وإنما هو من باب قولهم التسامح. نعم، والدين في الدين. أي نعم، التسامح، وأنهم أهل دين ونحن أهل دين، وينبغي أن نتعاون نحن وإياهم، ويسوون الإسلام بالكفر والشرك والوثنيات، لأن ما أحد ما له دين، إما حق وإما باطل. فليس العبرة بأن يكون على بشيء، بأن يكون على أي دين، إنما العبرة أن يكون على الدين الحق، هذا هو المعتبر. أما من كان على دين باطل فإننا نتبرأ منه، ولا نتساوى معه، أو نلحقه بدين الإسلام، أو نساوي بينه وبين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم، وهذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت وصار يقاسي من سكراته، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك النصيحة للأمة وهو في هذه الحالة، وهو مشغول بالأوجاع والآلام بسبب الموت، أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا في هذه الحالة قالت يحذر ما صنعوا؟ يعني ما هو من باب ذكر شيء مضى وانقضى، وإنما يحذر من شيء مستقبل، ألا نحذو حذوهم ونسير على ما هم عليه، ونقول هم أقدم منا وهم أهل علم وأهل كتاب وهم يريدون الخير وما أشبه ذلك من التلفيقات. نعم. فهذا من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة يحذر ما صنعوا، فهذا فيه التغليظ في من تعلق بالأموات، أو تبرك بتربتهم أو بقبورهم، أو استغاث بهم، أو غير ذلك، أو ذبح لهم، أو نذر لهم، أو غير ذلك من أنواع العبادات التي هي
لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق من أجل عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله، وفي الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا أيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الموت والسكرات، لا كما يقوله الخرافيون والغلاة أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه معنا وأنه يحضر في حفلاتنا الدينية كما يقولون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. نعم، وهذا أيضا حديث آخر في الصحيح، وتكاثرت الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر لأنه مهم جدا. نعم، وإن تساهل فيه كثير من الناس أو تناسوه أو وقعوا فيه فإنه مهم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في آخر لحظة من حياته لأهميته ولنصحه لأمته، فيجب أن يكون هذا محل اهتمام المسلمين، وأن الدعاة يتوجهون إلى هذا أول شيء، أول ما يدعون الناس إلى التخلص من هذه الأمور. أما أن يدعوهم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير ذلك من الآداب الشرعية فهذا شيء طيب، ولكنه لا يكفي، بل لا بد من الاهتمام بما هو أهم منه، وهو إصلاح العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة اهتم بهذا الأمر. وفيه أيضا أنه عند المناسبات تذكر الأشياء المناسبة، فإنه عند موته والقرب من دفنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله، فلذلك حذر من هذا الأمر في هذه المناسبة من أجل أن يتنبه المسلمون، ولا سيما قبور العظماء كالأنبياء والصالحين والعلماء، فالفتنة فيها أشد. وفي هذا الحديث في أن أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما هاجرتا إلى الحبشة مع من هاجر، والحبشة بلاد نصارى، وكانوا يعبدون الصليب ويعبدون المسيح، ولهم كنائس يقيمونها لأجل عبادة المسيح وعبادة الصليب، ويعبدون موسى عيسى وأمه، ولذلك يسمونها مارية أي مريم. نعم، يسمون هذه الكنيسة مارية يعني مريم، لأن مارية عندهم معناها مريم أم عيسى، فهم يعملون هذا العمل ويصورون هذه الصور ويعلقونها، يعلقون صورة المسيح مصلوبا على الخشبة فيها، ويعلقون فيها الصور وصورة العذراء وما أشبه ذلك. فهذا فيه التحذير من تعليق الصور في البيوت أو في المجالس أو في الغرف أو في المساجد، فإن هذا مدعاة لعبادتها من دون الله عز وجل. وديننا جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك وإلى البدعة وإلى المحاذير، فهذا من أعظم المحاذير. وفيه أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فمن يبني على القبور فهو من شرار الخلق. وقد جاء في الحديث الآخر إن من
إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور فهم شرار الخلق، مع أنهم الآن يدعون أنهم صلحاء الناس، وأن هذا من محبة الأولياء والصالحين ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا هو رأس الخير، مع أنه رأس الشر، وأن فاعله هو شر الناس والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، شكر الله لأخينا مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.